الإشكالية الكبرى في هذا الأمر هو القطع بأن كورونا عذاب من عند الله، أو القطع بأن كورونا عقاب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا القطع لا يمكن أن يقوم عليه دليل أبداً. ما في أي مسلم يقدر يقطع ويقول لي كورونا غضب أو كورونا عذاب. صعب، صعب أنك تتكلم يا أيها الإنسان وتتجاوز الغيب، صعب يا أيها الإنسان أن تتكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى. صعب إن أنا أعبر عن الله سبحانه وتعالى، بدل ما إحنا ننشغل بموضوع إنه غضب مو غضب، عذاب مو عذاب، خلينا ننشغل يا سيدي بالاحترازات التي ينبغي علينا أن نتعامل بها لأجل الخلاص من موضوع كورونا. خلينا نفكر كدكاترة مختصين مثلا كيف نجيب لقاح، كيف نجيب دواء لموضوع كورونا. خلينا ننشغل بالعلاج بدل ما ننشغل نيابة عن الخالق سبحانه وتعالى. كورونا مخلوق من عند الله سبحانه وتعالى، هو أراده، هو قضاه، يصيب المؤمن يصيب غير المؤمن. الحكم الإلهية لا يمكن أن يفهمها الإنسان في هذه الدنيا مهما أوتي من عقل، مهما أوتي من عقل. اللوم على الله سبحانه وتعالى مستحيل من البشر. تبرير إرادة الله سبحانه وتعالى هذه صعبة جدا، إننا أبرر إرادة ربي أقول يا ربي أنت فعل ذلك لأجل أنه هذا عقاب من عندك، أو فعل ذلك يا ربي لأجل أنه هذا عذاب من عندك. كيف انا اؤله نفسي كمان؟ صعب. بعض الناس استشكل عليه مثلا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم انه على اعتاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون، فيقول لك طيب كيف كورونا وصلت المدينه؟ نقول له يا اخي، اولا هذا الحديث صحيح في البخاري وفي مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن بضمانه من عند الله سبحانه وتعالى ان المدينه لا يدخلها طاعون، ولا يمكن أن نشكك في هذا الأمر. هذا الذي دخل المدينة الآن يسمى وباء كورونا، ما هو طاعون، انتبهوا. فهنا يبغى لك أنت تفرق ما بين هذه، لأنه بعض الناس ما هو خلاص سمع كم صحفي، سمع كم واحد يقول أنه طاعون طاعون، فقال لك طاعون، وبعد كذا جاء استخدم هذه الكلمة حتى يشكك الناس في نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنت تقولوا طاعون؟ يقول له أيوة طاعون. يقول لك كيف دخل الطاعون المدينة؟ يقول له يا ولدي هذا اللي قال طاعون ترى ما هو فاهم، هذا وباء الطاعون. إذا جعنا إحنا جينا نفسر كلمة الطاعون، نشوف الإمام النووي مثلا إيش قال عن الطاعون. قال الطاعون هو قروح في الآباط وفي المرافق وفي اليد ولونه أحمر وأخضر، وذكر إنه هذه يعني مختلف عن الطاعون. طب كورونا ما وصل لأنه قروح في الآفاق ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فإحنا الآن لا يمكن إنه أحد يجي يقول لنا طاعون ويريد من ورائه أن يشككنا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك الحكم مختلف. أنا أقول أن كورونا استطاع أن يجمع من هذا ومن هذا، استطاع أن يجمع من الوباء ومن الطاعون، ودليل أنه جمع من الطاعون شيء وجمع من الوباء شيء أنه المملكة الآن في طريقها لأجل جذب أولادنا المبتعثين والمبتعثات في الخارج من أمريكا. طيب لو قلنا أنه طاعون مفروض أنك أنت ما تدخل أحد ولا تخرج أحد، هنا الحكم هذا الجذب بحكم أنه وباء وليس طاعون. فالجميل في موضوع كورونا من الأشياء الجميلة أنه النصراني بدأ يفتش على الكنيسة، الرئيس الفلاني بدأ يقول لك نسوي قداس يوم الأحد، بدأ البابا يقول لك نسوي مش عارف إيه، بدأت الناس تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة، نعمة رسالة وجهت للكون كله بأنه تعالوا إلى خالقكم وإن كنتم على أديان مختلفة. طبعا أنا لا أنادي بوحدة الأديان، وإنما أنادي باتصال بين أهل الأديان، ارجعوا البعض يا جماعة، وإلا المصير ما هو؟ المصير إنه ملحدين، ناس تنكر الله سبحانه وتعالى. الآن هذه كورونا جات كذا إعلان من الله سبحانه وتعالى، أنا الذي فعلت وأنا الذي سأرفعه وأنتم أسبابي أيها الناس.